خصكم تعرفوا بلي واحد العدد ديال البرامج مستقله وحده على وحده، منها صندوق المقاصة، منها مليون محفظة، منها تيسير، منها المطلقات وغيره. هذا تقريبا حوالي 20 مليار ديال الدرهم، حوالي 20 مليار ديال الدرهم، وحنا مستعدين نعطيو 1000 درهم. راني قلتها، المليون عائلة هي 4 إلى 5 مليون المغاربة، منين يكون الاستهداف عندنا الفلوس ديال هادشي. المشكل كملنا هادشي ديال دياغنوستيك، ديال هادشي ديال الدعم، ولكن مازال ما عندناش الوسائل ديال الاستهداف. عندنا الفلوس نعطيو لصحاب الجبل، ماشي المشكل الفلوس، المشكل هو تنعطيهم تيديهم الغلاظ، هذا هو المشكل، ماشي الفلوس اللي ما كاينينش، ماشي الفلوس اللي ما كاينينش. هما ما تيوصلوش، راه تقال ما تيوصلوش مواليهم، الغلاظ معروفين، ودابا الا سمحتوا الكلمه بلاتي السيد الوزير. ايوا دابا ما يمكنش، وانت كوميسير تقول لي شكون؟ وخليو السيد الوزير يتكلم الا سمحتوا. الا قبيله قلتوا من مزيان، لا غير بلاتي السيد الوزير باش نعطيك الوقت ديالك تتسالي هاد شنو بغيتوا بالضبط الساده النواب. تفضل السيد الوزير، تفضل. لا تفضل، عطيناك الوقت ديالك، تفضل. تنقول ان الدعم ماشي مشكل الفلوس، مليون عائلة 1000 درهم المعدل هي 12 مليار ديال الدرهم، عندنا اكثر من 20 مليار. اذا المشكل هو فينا، هو الفقير اللي منعطي الاستهداف. تجينا بديناه، مش ما بداش قبل، شنو غندير لكم؟ كيف خاصنا نكونوا واقعيين؟ رحنا في مؤسسة برلمانية، خاصنا ما نقولوش للمواطن نغلطوه، حنا خدامين تنديروا الاستهداف، ودرنا تحليل ديال كل اللي في لها، هما عندهم اللي بغاهم نجيبهم، كنجي عندكم اللجان نعرض لكم هذا الشيء. الخدمه شنو دايرين وفين وصلنا؟ راه ماشي في 3 دقائق اللي غادي نجاوبكم، الا جيت نعرض غير هذا الشيء خاصني 5 دقائق. اذا انا مستعد نجي عندكم اللجنه ونتذكروا في هذا الشيء ديال الدعم فين يمشي. راه ماشي الفقير اللي عنده 100 بوطه في النهار تيستعمل بها يجبد من البيره، ماشي الفقير هادو تيديوهم. ولكن ما يمكنش نقتل الفلاحه لان تا هو مخدم 10 ولا 15 واحد. انا معك السيد النائب المحترم، ما خصوش يبقى الفقر في هذه البلاد، لان كاين اللي مش عايش وش عايش على الفقر، واللي تيغوتوا الان ملي تنقولوا خاصنا نحيدوا صندوق المقاصه ماشي الفقراء، لان الفقراء عارفين راسهم غادي يستافدوا، راه شي بعضين اخرين. السيد النائب المحترم هما تيغوتوا، لان غدا غتحيد لهم ديك الرضاعه. اذا حنايا هاد الفقراء هما الهدف ديالنا، هما نحاربوا الفقر، هو ما يبقاش الفقر في هاد البلاد، وخاصنا نستعدوا. جايه واحد الموجه ديال المواطنين اللي غادي يوصل واحد السن ما عنده تقاعد مسكين، هادشي غادي كبار، هادشي خدامين حنايا، ماشي فقط لهاد الجيل اللي كاين، كاين الاجيال اللي جايه. اذا خاصنا نتعاونوا، انا مستعد نجي عندكم اللجنه، راه مشكل كبير غنعانيو منه، وما يمكنش يبقى الفقر.